ماهر العاشوري بفقرة الرياضة رح يحكي لنا عن شد العضلة. مرحبا، معكم كوتش ماهر عاشوري من سيكرت جيم. اليوم بدنا نعمل تمرين كتاف بسيط ممكن نطبقه بالبيت او بالجيم. كل اللي بنحتاجه هو عباره عن تنتين دامبلز بس. اول شيء نبلش نعمل شويه عمليات اطاله عشان ما يصيرش عندنا اصابات. نبلش بأول تمرين، بدنا نمسك الدمبلز نحطهم جنبنا، ندخل ايدنا شوي لجوا، نطلع مستوى الكتف وبنرجع ننزل. نحاول نعد 12 مرة. هلا بنريح بين كل جوله وجوله من 30 ل 45 ثانيه وبنرجع نعيد. بدنا نعمله 3 مرات. هلا هذا التمرين بيشتغل على العضله الجانبيه السايد لاترال، بتطلع بترجع تنزل فيها. هلا بدنا نسوي التمرين اللي بعديه اللي هو نفس الحركه، ميل حالنا شوي لقدام، نطلع للجنب، نرد ننزل. برضو من عند 12 مرة بنحاول نريح من 30 ل 45 ثانية. نحاول بين كل جولة وجولة نشرب شوية مي عشان نحافظ على العضلة ما يصير فيها ديهايدريشن. هلا هذا التمرين بيشتغل على عضلة الرير دلت اللي هي العضلة الخلفية اللي هون، عشان الكتف ياخذ شكل كروي ما يكون في جهة فاضية أو جهة نازلة وجهة طالعة. تمام، نرجع بنعيده كمان مرة، نبني ركبنا شوي عشان ما يكون في ضغط على الظهر، نطلع لمستوى الكتف، نرد ننزل. هلا بنورجيكم التمرين اللي بعديه اللي هو بده يشتغل العضله الاماميه للكتف. برضه بنستعمل الدامبلز نفسه، نحط ايدين قدامنا هيك، نطلع مستوى الكتف، نرجع ننزل مستوى الكتف وبننزل فيها. برضه بنحاول نعيد 12 تكرار كل جوله. التمرين اللي هو يعتبر أصعب، هو يفضل التمرين هذا تلعب وانت قاعد على الكرسي عشان ما تأذي الظهر. نمسك الدامبلز هيك، نطلع فوق الراس، نرد ننزل، نخلي كوعنا ينزل شوي تحت مستوى الكتف، نرجع نطلع. حاول هذا التمرين نلعبه 4 جولات، كل جولة من 8 ل 12 تكرار.
أربع تمارين كانت بيسك للناس اللي لسه يعني أول بدايتها مع التمارين. اشتغلت على الجزء الأمامي الجانبي والخلفي وفرست عشان يعطي شوية حجم للكتف. هلا بنلعب شوي كمان تمرينين شوي متقدمين للناس اللي ليفلهم شوي أعلى. نمسك الدمبل هيك ونسحبهم لفوق ورد ننزل. نحاول لما نسحب نخلي الكوع يطلع شوي لورا. نسويه ثلاث مرات بين كل جولة وجولة 45 ثانية أو بين 30 و 45. هلا هذا التمرين اللي شفناه اللي هو بيشتغل على عضلة الترابيز بس من ورا بحيث إنها تقسم العضلة من ورا عند الظهر. هلا آخر تمرين هذا يفضل إنه الشباب بس يطبقه، البنات ما يعملوه عشان شيف البنت مختلف. هلا بنقدر نلعبه بأكثر من طريقة. أول طريقة نحط الدمبل جنب، حاول ما نخليها تلمس الجسم، نسحب بالكتف لفوق وننزل على الآخر، نطلع بنحاول نعمل هولد شوي ونرد ننزل. بنحاول نعد برضه 12 مرة ثلاث جولات، بين كل جولة وجولة رست من 30 ل 45 ثانية. الطريقة الثانية نمسك الدمبل قدامنا برضو نحاول نخليها تلمس الجسم، نسحب الكتف لفوق ورد ننزل، برضو نفس العملية بنحاول نعمل 12 تكرار لثلاث جولات، نريح بين كل جولة وجولة من 30 ل 45 ثانية. هلا التمرين اللي شفناه بيشتغل على عضلة الترابيز هون، عشان هيك بنفضل انه الشباب تلعب هذا التمرين، البنات ما تلعبوه عشان الشيب يعني بكون مش كثير تمام. هلا في اخر تمرين اللي هو عضله الساعد، ممكن هذا نلعبه يوم ما نلعب تمرين الكتف. بنمسك الدامبل ايدينا جنبنا ونطلع 90 درجه ونرد ننزل. زي ما شايفين هون لما نطلع تشتغل عضلة الساعد من فوق ونرد ننزل فيها. بنحاول برضو نفس التكرارات من 8 ل 12 تكرار، أربع جولات بنحاول نسويه، بين كل جولة وجولة رايح من 30 ل 45 ثانية. كمان تمرين للسواعد، نمسك الدامبل هيك بعيد عن الجسم، بنلف الرسغ لجوا، نرجع نفرده. هنحاول نلعبه 15 تكرار ثلاث جولات، فترة الراحة نفسها. هذا التمرين زي ما شايفين مع بعض، لما نلف الدمبل لجوا تشغل العضلة الساعد من جوا، هلا بين كل تمرين وتمرين بنحاول احنا دائما نريح من دقيقة لدقيقة ونص بس بين الجولات لنفس التمرين من 30 ل 45 ثانية. هيك اليوم احنا نكون خلصنا تمرين كتاف مع سواعد ممكن نسويه بالبيت. نشوفكم الحلقة الجاية.